عرفني الصح من الخطأ، بتخليني أرغب في بعض السلوكيات الإيجابية وابتعد عن السلوكيات الأخرى السلبية. يعني الأسرة عندي بتبدأ تبث جوه الإنسان أو تغرس جوه الإنسان أو ترسخ جوه الإنسان بعض القيم، يبقى تؤدي الأسرة دورا هاما وملائما في تحديد دلالات الأشياء والأحداث والأشخاص، بتحدد ما هو ملائم وما هو غير ملائم من أشكال أو أنماط السلوك والدوافع. زي كده إيه؟ دعم سلوك الاستقلال أو الإنجاز أو المنافسة، ودي حتة مهمة. الخصائص المستمر بقى والصفات الوراثية والعقلية للطفل، هل أيضا بتشكل أسلوب للحياة أو نسق قيمة عند الإنسان؟ طيب انا استاذنك عايز ادي كم مثال كده للطلبه عشان برضو ايه ما حدش يتوه مننا. تمام. احنا بنقول الاسره بتؤدي الى تحديد دلالات الاشياء والاحداث والمواقف ازاي يعني؟ يعني مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شفت انت قلت صلى الله عليه وسلم وانا مستني اسمعها منك، لانك انت اتعودت من صغرك لما تسمع كلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده حاجه قيمه عندنا مهم لازم نصلي عليه، اذا في ناس ثانيه ممكن تسمع الاسم ما تصليش عليه صلى الله عليه وسلم، صح؟ اذا يبقى انا عرفته لما يسمع كلمه سيدنا محمد يبقى دي حاجه مهمه، دلاله قويه، الشخص ده مهم في حياتنا لانه ده مصدر القدوه بتاعتنا في ديننا. عودتك ساعد عيد الام زي النهارده تجي هديه لوالدتك، فالاب والاب ياخد ولاده يجيبوا هديه لزوجته او هديه لايه؟ لجدتهم. اذا يبقى علمته العيد ده مهم. يوم ما يجي عيد ميلادك ده حدث مهم. يوم ما يجي عيد الفطر وعيد الاضحى حدث مهم، اجيب لك طقم جديد واديك عيديه، ايه ده؟ يبقى مين اللي اداك قيمه الاشياء دي؟ مين اللي قال لك دي دلاله حاجه مهمه في حياتنا او مش مهمه؟ مين اللي قال لك الشخص ده مهم او مش مهم؟ الموقف ده والحدث ده حاجه بالنسبه لنا كبيره ولا قليله؟ الاسره طبعا، الاسره اللي انت اتربيت فيها. هي دي اللي قالت لك الملائم والغير ملائم، هي اللي ربت عنك. ليه طالب عايز يجيب درجه نهائيه والطالب تاني يقول لك انا انجح بس واعدي؟ عارف ان الاسره هي السبب. تمام. من هو صغير عودوه على الانجاز ولا لا؟ عودوه على الاستقلال ولا لا؟ يعني الاسره لما ابنها كان صغير وينقص درجه واحده يقولوا احنا زعلانين منك، ازاي ما تطلعش الاول؟ عرف ان الدرجه الواحده دي حاجه كبيره قوي. طبعا. تمام. وفي اسره تانية ابنها ينجح ب 50%، مبروك يا حبيبي، ويقعدوا يزغرط ويا مبروك الحمد لله ابني نجح. فالعيل عارف ان هو لو ما قفلش ده امر بقى طبيعي، المهم انجح. يبقى مين اللي عودنا على الانجاز والاستقلال والتفوق؟ الاسره اللي انا اتربيت فيها. يبقى الاسره والتنشئه يا جماعه لها دور كبير قوي في تشكيل القيم. الجزء الثاني بتاع السؤال بقى يا سعيد، الخصال، خصال يعني الصفات العقليه والوراثيه التي يولد بها الفرد بتاثر برضه على الاحداث، تشكل اسلوب تفاعله مع الخبرات والاحداث التي يتعرض لها الفرد، يعني دوت بيقول لك ازاي تتعامل مع كل موقف في حياتك، ولها دور كبير في تشكيل النسق القيمي للافراد. ازاي يعني؟ هي السبب الرئيسي، الصفات اللي انا مولود بيها هي السبب الرئيسي في الفروق الفرديه بيننا، كل واحد اتولد مختلف عن التاني، عندك صفات غيري، وهي دي اللي بتخلي كل واحد ليه استجابه مناسبه في مواقف معينه، ودي اللي بتاثر على القيم. طب ما ندي مثال بقى. بص يا سيادتك، انا واحد صاحبي فاضل لنا شهرين ثلاثه على الامتحان، انا ليه النهار بفكر لو انت ذكي، لو انت ذكي عارف ان اهم حاجه في اولوياتك الفتره دي ايه؟ انجح. مذاكره طبعا، انجح، انجاز، عايز انجز ده رقم واحد. يبقى انا لو ذكي هحط رقم واحد في حياتي الانجاز. لكن لو انا مش ذكي وذكاء محدود عادي اخرج والعب وهرج واقعد على الفيس والنت واعيش بقى حياتي، يبقى انت كده مش ذكي. صفاتك العقليه اللي انت مولود بيها، قدراتك، ذكائك واهتمامك، دي بتاثر على قيمك، بتقول لك حط مين قبل مين. انا جعان قوي، يبقى رقم واحد افكر ازاي اكل عشان اقدر اقاوم المجهود. تمام. طب انا محتاج انجح قوي، يبقى رقم واحد الانجاز. انا محتاج فلوس جدا، يبقى رقم واحد ادور البحث عن العمل. يبقى قدراتك العقليه اللي انت مولود بيها اللي هو زي ذكائك بيأثر على قيمك، وهو ده اللي بيسبب اختلافات بيننا. تمام. وده اللي بيأثر يختلف في قيم من شخص لاخر. يبقى احنا ليه عندنا قيم يا جماعه مختلفه؟ لان في تنشئه اجتماعيه وفي خصال وراثيه. ممكن يجي لك في السؤال في الامتحان الحته دي بس، يقول لك ايه؟ تلعب الخصال العقليه والوراثيه للفرد دورا هاما في تشكيل قيم الفرد. اقول له العباره صح واكتب اخر ثلاث نقط. عايز تكتب التنشئه كلها يفضل، بس مش عايز اهم حاجه الثلاث نقط. يبقى احنا كده خلصنا موضوع القيم. تمام استاذ تامر، عايزين بقى نحط قيمه الان للطلبه في الثانويه العامه.